أيها السادة، ونلتف الآن حول مأدبة الرحمن لنستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. السائحون
الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وبشر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا
ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب له ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم.